بسم الله نبتدئ جلستنا لهذا اليوم مع نخبة من الباحثين والأكاديميين العرب الذين نفتخر بوجودهم معنا في هذا المؤتمر الذي يتناول موضوعاً مهماً جداً يخص تقريباً كل المجتمعات العربية. ولأهمية الموضوع كما تعلمون حضراتكم أنه مكتبة الإسكندرية بمركزها للدراسات القبطية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمؤرخين ومجموعة من الجامعات العربية منها جامعة القادسية في العراق وجامعة سيد محمد بن عبد الله من المغرب ومعهد التدريب العلماني للرسل في جونية في لبنان. حقيقة الموضوع يحتاج كثير من الدراسات، وهذه الدراسات يفترض أن لا تكون دراسات إعلامية، وإن كانت الإعلامية حقيقة ما نقدر نقول عنها لا نستطيع أن نقول عنها بأنها ترقى إلى مستوى الدراسات، ولكن نحن بحاجة ماسة إلى دراسات أكاديمية متخصصة حول هذا الموضوع. هذا الموضوع طرح كثيراً في الإعلام ولكن لم يلامس الواقع بشكل صادق. التعايش السلمي في المجتمعات بحاجة لدراسات تلامس الواقع، تخاطب الضمير الإنساني لكل الطوائف، لكل المذاهب، لكل الأديان اللي موجودة في المجتمعات العربية. ولذلك نحاول قدر الإمكان، يعني هذه تعتبر محاولة من أجل أن نرتقي بالدراسات الإنسانية لتكون وفقاً لمنظورنا الذي يلامس الواقع وليس وفقاً للمنظور الإعلامي الذي يحاول قدر الإمكان أن يأخذ قصب السبق في هذا المجال. كثير من الدول تتناول الموضوع إعلامياً، لكن إن شاء الله في هذا المؤتمر، في هذا التجمع والمؤتمرات اللاحقة راح تكون الدراسات أكثر قيمة وأكثر خبرة، لأننا لن نتوقف في حدود هذا المؤتمر خصوصاً في هذا الموضوع. في الأجندة التي جهزها الاتحاد الدولي للمؤرخين وشركائه إضافة إلى مركز دراسات القبطية مجموعة من المؤتمرات اللاحقة حول هذا الموضوع وتفرعاته ومحاوره الكثيرة وفي أكثر من دولة عربية إن شاء الله. لن يقتصر الموضوع على مؤتمر في مصر بل سيتعداه إلى بعض الدول العربية الأخرى، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع الباحثين والمتخصصين في هذا المجال. نبتدئ على بركة الله جلساتنا ب نبتدئ بالبحث الأول للسيد حسن محروس محمد حسنين من السودان الشقيق، عفواً من مصر، الباحث من مصر، أخصائي العلاقات العامة لنائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم، وعنوان بحثه دور العلاقات العامة الرقمية في تعزيز ثقافة التعايش والتسامح، فليتفضل. موجود؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين. أتشرف بحضراتكم وأتعرف بحضراتكم. أنا حسن محروس، أخصائي العلاقات العامة والإعلام لمكتب نائب رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد الشربين. معالي الرئيس، تشرفت بحضرتك. الله يحفظك. وسعدت ان انا اكون موجود في هذا الاحتفال الكبير. يعني البحث اللي انا مقدمه النهارده هو دور العلاقات العامه الرقميه لتعزيز دور ثقافه التعايش والتسامح. المقدمه بتاعتنا اللي احنا بدانا بيها بنتعرف على دور الوسائل الاتصال الحديثه وتطورها في الفترة الأخيرة اللي دخلت أغلبية كل المجالات في تطبيقاتها. تامر يا أبونا، بس هو معالي الرئيس بيتابع من الشاشة دي. اللي كان ليه الأثر الكبير طبعا في تغيير حاجات كثيرة جدا، من ضمنها العلاقات العامة التقليدية. لما نتكلم في الأول على العلاقات العامة التقليدية، إن هي الجهود المبذولة من جانب المؤسسة لإقامة اتصال مع جمهورها سواء الخارجي أو الداخلي، لإقامة اتصال فعال لتحسين صورتها الذهنية لدى المجتمع وجمهورها والعلامة التجارية بالنسبة للشركات والمؤسسات الكبيرة. ده طبعا انا بتكلم باختصار للمقدمه. انا مش عايز على راحتك. عندك وقت يا استاذ 20 دقيقه. تمام. ان كان يكفيك فتفضل براحتك. مشكله البحث اللي احنا في صددها النهارده هو تحول العلاقات العامه التقليديه لعلاقات عامه رقميه نتيجه سرعه تطور وسائل الاتصال السريع التي أصبحت بين يدي الأفراد والمجموعات التي تستخدمها للترويج لأفكارهم ومعتقداتهم والتحاور مع الآخر. لذا كان يجب علينا ان احنا نحدد المشكلات والتساؤلات للبحث، وتتمثل المشكلات في 1 نتائج استخدام الافراد للعلاقات العامه الرقميه، الدور الذي يمكن ان تقوم به العلاقات العامه الرقميه في اداره الحوار بين الافراد، اهم الاشكال التي قد يستخدمها الافراد في التعبير عن افكارهم تجاه الاخر. لذلك خذ راحتك يا استاذ. خذ راحتك، بحثك للحضور مش لي. سيد الرئيس حاضر. لذلك احنا حددنا عدة تساؤلات اللي ان شاء الله هتجيب عليها الورقة البحثية اللي معانا. 1 هو اعتماد الأفراد على العلاقات العامة الرقمية بصفة عامة. أهم القنوات المفضلة لدى الأفراد لإنشاء علاقات عامة رقمية. أهم الأنماط التي يستخدمها الأفراد. تأثير الأنماط والقنوات على الأفراد بالنسبة للمحتوى المسيء الذي يتقبله المتلقي. تأثير العلاقات العامة الرقمية على الفرد في إدارة الحوار. تأثير العلاقات العامة الرقمية للمؤسسات التي تستخدم العلاقات العامة في مضامين للتسامح والتعايش. اتجاه الأفراد لوضع قيود للنشر على الإنترنت في قضايا الحوار. أهمية الدراسة، تأتي الدراسة على الدور الذي تقوم به العلاقات العامة، وهو الذي يمكن أن يستغل لفتح قنوات للحوار وإزالة نقاط الاختلاف والتأكيد على نقاط هامة مشتركة
لتعزيز ثقافة التسامح والتعايش التي تتيح لها منصات للحوار مع مجموعات أخرى داخل المجتمع، ومدى فاعلية الفرد في نشر الرسائل الاتصالية للحوار مع الآخر لنبذ نقاط الاختلاف داخل المجتمع. تهدف الدراسة أيضاً إلى التعرف على دور العلاقات العامة الرقمية في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر، ومدى تعامل الأفراد مع تلك الأداة سواء كان هم من يقومون عليها أو غيرهم، وينبثق من هذه الأهداف أهداف أخرى وهي التعرف على مدى قدرة العلاقات العامة الرقمية في عرض الأفكار والحوار، والتعرف على مدى اعتماد الأفراد على استخدام العلاقات العامة الرقمية لفتح قنوات للحوار، والتعرف على مدى تأثير العلاقات العامة الرقمية التي تستخدمها المؤسسات في قضايا الحوار والتسامح لدى الجمهور. هنتكلم على فروض البحث. فروض البحث بتنص على وجود علاقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين بعض المتغيرات التابعة، ولاختبار صحة هذه الفروض تم صياغتها في صورة صفرية والتي تقضي بعدم وجود علاقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة للمبحوثين وبعض المتغيرات التابعة. نوع الدراسة، الدراسة تستند إلى البحوث الوصفية التي تقوم على رصد ومتابعة دقيقة لظاهرة أو حدث بطريقة كمية أو نوعية في فترة زمنية معينة أو على فترات مختلفة من حيث المحتوى أو المضمون، والوصول إلى نتائج وتعميمات تساعد على فهم الواقع وتطويره. طبعاً إحنا ذكرنا في الدراسة بعد الدراسات السابقة اللي بنستشهد بيها وبنشوف صحة البيانات اللي إحنا قدمناها. دراسة الدكتورة صفاء محمد على استخدام التطبيقات الإلكترونية في الاتصال التنظيمي بالمؤسسات وانعكاسها على تحقيق الرضا الوظيفي 2021، وأوضحت الدراسة أهمية الدور الذي يقوم به التطبيقات الرقمية في فاعلية الاتصال واختلاف استخدامه ومدى تأثيره داخل المؤسسة. الدراسة الثانية للباحثة مها عبد الله، وهي بعنوان شبكات التواصل الاجتماعي وسبل تعزيزها في تعزيز المواطنة للطلاب. أيضا استخدمت الباحثة وظيفة ودور شبكات التواصل الاجتماعي لتعزيز ودور حقوق الآخر والتعايش السلمي داخل المجتمع. طبعا هي الدراسة ذكرنا فيها أكتر، البحث ذكرنا فيها أكتر من دراسة، بس إحنا استشهدنا في البرزنتيشن بثلاث دراسات فقط. الدراسة الثالثة، يعني يا أستاذ عفوا ألا يجدر بالباحث، أنا يهمني بس، أنا معلش أنا في اختصارا أن تكون المصادر في نهاية نعم، بس يعني أنا أنا استشهدت بها في البرزنتيشن لأن النتيجة في الآخر بتأكد الدراسات. الدراسة الثالثة، ودي كانت دراسة مهمة جدا، دور وسائل الإعلام في تعزيز التعايش السلمي بين الشعوب. مجتمع وعينة الدراسة، تم تحديد مجتمع وعينة الدراسة على مستخدمين شبكات التواصل الاجتماعي الذين يستخدمون العلاقات العامة الرقمية في قضايا الحوار والاختلاف، ويتم استخدام أسلوب عينة كرة الثلج الذي بلغ تعداد العينة فيها ل 104 مفردة. تم استبعاد 3 مفردات ليس لهم اهتمام بقضايا الاختلاف، وتم استبعاد 15 مفردة لا يعتمدون على العلاقات العامة الرقمية لتصل قوام العينة إلى 86 مفردة. أداة جمع البيانات، تم استخدام استمارة الاستبيان كأداة لجمع البيانات والتي احتوت على 22 سؤالا تم تحديدهم بناء على الأهداف التي تم تحديدها لتحقيق المراد من البحث، وقد تم عرض الاستمارة على الأساتذة المتخصصين للوقوف على مدى صلاحيتها
وتم إرسالها بعد عمل التعديلات اللازمة. الإطار النظري اللي تم الاستناد عليه في البحث هي نظرية تسمى بنظرية ثراء الوسيلة. نظرية ثراء الوسيلة هو إطار لوصف وسائل الاتصال على حسب قدرتها على إنتاج المعلومات التي تنقل من خلالها على وجه التحديد، أي أنه كلما زاد الغموض للمضمون والتبست معاينته كلما كانت وسيلة الإعلام الأكثر ثراء هي الأنسب له. وتتلخص محددات النظرية في محددين: ثراء الوسيلة من الأقل ثراء إلى الأكثر ثراء، وهي التي استشهدنا فيها في البحث للمبحوثين بمفضلية المبحوث للقنوات الاتصال التي يستخدمها للرسالة الاتصالية بتاعته. تاني عنصر اللي هو عناصر الثراء والمظاهر، ومظاهره اللي من خلالها الجودة والتعرض والملائمة والفعالية والرضا. التعريفات الإجرائية اللي استخدمت في البحث، هو طبعا احنا في تعريفات كتير للمصطلحات المستخدمة، بس احنا اخترنا انسب مصطلح او انسب تعريف للهدف المرجو منه البحث. اولا عرفنا العلاقات الرقمية ان هي اختصارا طبعا ان هو مجموع الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة لفتح قنوات للحوار وتحسين صورتها الذهنية لدى جمهورها الداخلي والخارجي. وطبعا احنا عملنا اسقاط للعلاقات العامة الرقمية في المؤسسات ان هي بتستخدم لتحسين صورتها الذهنية لدى الجمهور لعلامتها التجارية. وبالنسبة للبحث هو كان بالنسبة للأفراد هو الدفاع عن معتقداتهم وأفكارهم وتحسين صورتها لدى الآخر في عملية الاتصال. اخترنا من أخلاقيات الممارسة على الإنترنت رقم واحد عدم استغلال الحوار بغض النظر عن بعد بغرض التمويه والتنكر، نزاهة آلات البحث والتصفح، الأمانة العلمية والملكية الفكرية، ضرورة أن تكون التكنولوجيا آمنة ومستأنسة. أهم نقطة في الآخر تهديد حرية الإنسان وخصوصياته للفرد. تم تعريف الآخر، طبعا في برضو أكتر من تعريف للآخر، اخترنا من التعريف إن هو كل شيء اختلف عن غيره في شيء فهو بالنظر إلى نقاط الاختلاف آخر، وبالنظر إلى نقاط الاتفاق هو جزء من الذات، فبالنظر إلى نقاط الاختلاف يصبح الأخ آخر بالنسبة لأخيه، ولا يصبح كذلك عند النظر إلى نقاط التشارك والتماثل، وهي الانتماء إلى أب واحد أو أم واحدة أو نشأة أو وطن. ومن ثم فلا يمكن تحديد الآخر بمعزل عن الذات، فحدد ذاتك يتحدد آخرك، فكل ذات لها دوائر عديدة تتداخل مع بعضها مع دوائر غيرها بدرجات مختلفة وتتخارج مع بعضها كالثقافة والدين والعرق والمرتبة الاقتصادية والمكانة الاجتماعية. تم تعريف التسامح، هو إحسان معاملة الآخر وإقامة العدل معه والصفح عن زلاته، وقول لطيف ومنطق جميل وإنصاف حكيم وغض الطرف عن الهفوات لعلها تفتح القلوب والعقول. ده بالنسبة للجزء النظري بنتائج التحليلات. ده بالنسبة للجزء العملي اللي هو نتيجة الاستمارة وتحليلها. دي الإحصاء بالنسبة للعناصر الأساسية كالسن والديانة ومتوسط التعليم والنشأة والنوع.
بالنسبة لكان لاستعداد المبحوثين للمشاركة مع الآخرين، كانت النتيجة رغبة المبحوثين بمشاركة آخرين كانت 65.4 بكل حرية يحب أن يشارك الآخرين، كان 28.2 يشارك ولكن بشروط، كانت 5.8 لا يحب المشاركة. النتائج المتعلقة باعتماد الفرد على العلاقات العامة الرقمية في تعزيز التعايش السلمي، وأفادت أن 68.3 من المبحوثين يعتمدون على العلاقات العامة الرقمية في تعزيز التعايش السلمي بشكل متوسط، ده كانت نسبة متوسط حسابي، في حين كانت نسبة 17.35% لا يعتمدون عليها نهائياً، وكانت أقل نسبة منهم 14.4% يعتمدون كلياً على العلاقات العامة الرقمية في تعزيز التعايش والتسامح. عفواً يا أستاذ حسن، نحن نشكر حضرتك شكراً جزيلاً على هذا التفصيل لمادة مشاركتك، وحقيقة لو كان هنالك نتائج ختامية للدراسة أن تتلوها بسرعة. حاضر. مشكوراً. حاضر. لك دقيقتان من الآن، تفضل. طب خليهم خمسة. لا دقيقتان، أخذت كثير من الوقت، عذرا. طب احنا نحب نذكر النتائج المتعلقه بفعاليات الحوار. نعم. لانها كانت مجموعه من الاسئله. نعم. كانت ما يخص محور الدراسه او محور الدراسه في محور الدراسه في الصميم. نعم بس دقيقتين حضرتك، لانه بعد بحوث كثيره، لانها كانت في يعني لو تسمح لي يا استاذ حسن، احنا ملزمين بوقت. طيب. وعدد الباحثين كثير، فإذا ما كنت ناوي حضرتك أن تستغل الوقت أفضل استغلال، فحتى نكمل باقي. تفضل. هنذكر برضو من الجانب المهم، هو تعرض المبحوثين للمحتوى المسيء للفكر والمعتقد. كان 52% تعرضوا لمحتويات مسيئة، و 48% لم يتعرضوا للمحتوى. نعم. تأثير الفرد بالمحتوى المسيء كان 68.9 بالرد وفتح باب الحوار، لا أكون بالرد 31.1، من يكون بالرد بنفس الإساءة للمبحوثين كان صفر. مدى رضا المبحوثين بإنهاء الحوار كان 62.1% راضي تماماً، 36.8 كان محايد، 1.1 كان غير راضي. رغبة الفرد في نشر محتوى لتعزيز التسامح والتعايش كان 51% منهم يرغبون في نشر محتويات لنشر التسامح والتعايش، و 28.7 ربما ان هو ينشر محتوى، وكان 19.5 لا يحب نشر المحتوى. نعم، حقيقة هذا موضوع جدا مهم، لأنه يلامس واقعنا المعاصر، سيما تعلقه بأفراد أو طبقات مختلفة من المجتمع، سواء طبقات عمرية مختلفة أو فئات عمرية مختلفة، ولذلك هو موضوع جدا مهم، ولا أعتقد أن 10 دقائق أو 20 دقيقة وافية للتحدث في هذا الموضوع الهام. أنا معالي الرئيس، أنا عديت نتائج كثيرة جدا مهمة على تمام. فكرة لذلك أقول أن أهمية هذا الموضوع حقيقة ما ممكن أن يتم اختزالها في هذا الوقت الضيق.
أن يتم التحدث عنها بشكل موسع، ولكن نحن بما أننا ملتزمون بوقت محدد نشكر السيد الباحث حسن محروس محمد حسنين عن هذا طب الإيجاز التوصيات. طب نجيب التوصيات ونسمع كلمته الأخيرة. تفضل. التوصيات تفضل. هو استخلاصا من البحث، هو دور العلاقات العامة الرقمية نعم في استخدامها في ثقافة التعايش والتسامح. أولا هي استخدام العلاقات العامة الرقمية تم من خلال المؤسسات نظرا للتطور الكبير في وسائل الاتصال وزيادة الأعداد للسلعة والعلامة التجارية. فلما أصبح الأفراد يستخدمون العلاقات العامة الرقمية يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، فكان الأحرى بهم إن هم ينشروا الفكر على وسائل التواصل الاجتماعي. نتج عنه عدة سلبيات. طبعا هو بينشر بعيد عن علمه بقواعد النشر وحقوق الآخر والقيود اللي المفروض إن هو يحافظ عليها، فأصبح لابد إن يكون في أولا وضع قيود للنشر على الإنترنت لمنع الإساءة. تاني حاجة ودي الأهم اللي هو دور المؤسسات الإعلامية في توعية الأفراد بالدور اللي بيقوم به الفرد على شبكات التواصل الاجتماعي، اللي من خلاله إن هو ممكن يؤثر على فرد بلفظ مسيء ممكن يؤدي إلى صدام في المجتمع نفسه. أستاذ حسن شكراً جزيلاً. أشكر حضرتك على فكرة يعني الموضوع تمام يعني نحن نقدر أهمية الموضوع، ولكن نرجو من حضرتك وحضرات الأخوة والأخوات الباحثين أن يلتزمون بالوقت. وشكراً يا أستاذ حسن، شكراً جزيلاً. شكراً لي. شكراً. الدور الآن لأستاذ دكتور نهلة الصعيدي عميد كلية العلوم الإسلامية جامعة الأزهر ومستشار فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، فلتتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة ليس بحث ولكنه كلمة عن ضوء مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، ووجدت أنه من الواجب علي أن أعرف بهذا المركز ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأنه نموذج فريد متميز في نشر ثقافة التعايش والتسامح وقبول الآخر. هذا المركز وليد النشأة، ولكنه ولد عملاقا بدعم كبير من فضيلة الإمام الأكبر، وقامت وحداته جميعها على التعايش السلمي على قبول الآخر، لأن عندنا في مركز التطوير 137 دولة من دول العالم يدرسون في رحاب الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام وشرح صدورنا للإيمان، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، الذي قال عنه ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكانت رسالته عالمية لا تختص بجنس أو لون أو عرق أو بلد دون أخرى أو عرب دون عجم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الحضور الكريم، سلام من الله عليكم جميعا ورحمة منه وبركات. وبعد، فيطيب لي في بداية كلمتي أن أشكر القائمين على هذا المؤتمر والذي جاء تحت عنوان التعايش والتسامح وقبول الآخر نحو مستقبل أفضل.
فإن مثل هذه المؤتمرات من شأنها أن تحيي الأخوة الإنسانية، لأن فيها إعلاء للقيم الإنسانية الرفيعة، والتأكيد على الإيخاء بين البشر جميعاً، والتأكيد على قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك، وأن الأديان لم تكن أبداً مثيرة للعنف وإراقة الدماء. إن هذه المؤتمرات من شأنها التوصل إلى حلول للقضايا والمشكلات التي يعاني منها العالم، إذ الشعوب جميعها عطشة إلى السلام والحرية والكرامة، حيث بذلت جهود ضخمة وأموال طائلة لترسيخ العنف والنزاعات الطائفية والصراعات البغيضة التي أنهكت البشرية وخلفت أرامل ويتامى ومساكين وشعوبا ذاقت المر والضر. وقد يكون المطلوب بإلحاح التأكيد على أهمية التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر وكل ما من شأنه أن يعزز الأخوة الإنسانية، لتظل الرسالة الخاتمة صالحة لكل زمان ومكان. فقد ربط الإسلام المسلمين مع سائر البشر على اختلاف أجناسهم وانتماءاتهم الحضارية برباط من الأخوة الإنسانية، وألزمهم بالتعاون والتعايش والتعارف. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لقد كانت الدعوة المحمدية ذات أثر عظيم بما أحدثته من أخوة بين جميع الأجناس وبين طوائف من البشر. كانت أشد الأقوام تدابرا وتنافرا وتناكرا وشقاقا وفراقا، ويتضح ذلك بالنظر إلى حال الأمم قبل الإسلام وحالها بعد الدعوة المحمدية في طول الدنيا شرقاً وغرباً. في نفوس مئات الملايين من البشر على مر القرون، كما أسس الإسلام منهجاً متكاملاً للتعامل بين الشعوب والحضارات، حيث قرر أن الاختلاف بين الناس سنة ربانية وفطرة فطر الناس عليها. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. الحضور الكريم، إن الأزهر الشريف بقيادة إمامه يبذل مساهمات جادة بارزة في الداخل والخارج، وجهودا كبيرة لنشر قيم الإسلام ومبادئه. وإن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب نموذج من صروح الأزهر المشرقة، والذي يفد إليه الوافدون من 137 دولة قاصدين رحاب الأزهر الشريف لينهلوا من علومه ومعارفه ووسطيته واعتداله. فكان لزاما علينا نشر قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر، وتعليم هذه القيم لسفراء الأزهر الشريف وغرسها في نفوسهم. وقد جاء ذلك من خلال جملة من المشاريع والبرامج والندوات والملتقيات والمؤتمرات والمسابقات المحلية والعالمية والأنشطة، والتي نجدد من خلالها الدعوة المحمدية إلى الإيخاء والرحمة والتعايش والإيخاء الشامل الذي نادى به الإسلام وجعل فيه سعادة البشر. وإذا تصفحنا أعمال المركز وخططه وجدناها صفحات مشرقة من العمل الجاد المخلص الذي يحقق الأنموذج المطلوب من الأجيال القادمة. ولذا جئت إلى هنا من أجل أن أعرف بهذا المركز ليكون مجالاً خصباً للباحثين والدارسين، إذ يستحق بحق أن نقف عند جهوده العظيمة الجليلة في نشر هذا التسامح، لا لمصر فحسب ولكن للعالم كله. وقد تجلى ذلك في مناهجه التي تعلم مبادئ الدين وتجدد مبدأ المساواة، التي تجعل الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي، تعلمهم حب الوطن والتعايش فيه، وأن محبة الوطن عطاء وليست أخذا، وهي دليل أصالة المرء ونبله، وأن من دافع عن وطنه فهو شهيد، ومن قتل دون وطنه فهو شهيد. تعلمهم أن الاختلاف سنة كونية، وأن التعددية
تحتم وحدة الهدف المشترك من أجل الخير والوئام، حيث أسس الإسلام منهجاً متكاملاً للتعايش بين الشعوب والحضارات المختلفة. تعلمهم أن الحوار قيمة حضارية وإنسانية لا بد أن يمارسها الفرد والمجتمع لتتحقق الوحدة والتماسك. نعرف سفراء الأزهر حقائق الإسلام ونوفر لهم الوسائل المعينة على فهم مقاصد الإسلام ومبادئه من خلال عقد ورش العمل والندوات والحوارات للتوعية بمضمون الخطاب الإسلامي. نعلمهم قول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. نواجه معهم التطرف والغلو والانحراف العقدي بالحوار البناء الذي يرسخ خيرية الأمة والحوار الدافع إلى الحق بتجرد وإخلاص. نذكرهم دائماً بالوسطية والاعتدال، نحذرهم من التكفير والفرقة والخلافات التي تمزق وحدة الأمة. نعلمهم أن منهج الإسلام اختلاف، حوار، تعارف، تسامح، تعايش، سلم اجتماعي. نعلمهم التأدب مع مخالفيهم ومناداتهم بأحب صفاتهم. نذكرهم في مناهجنا المطورة بالنماذج المشرقة المشرفة في حسن التعامل والتسامح والتعايش وقبول الآخر. نعلمهم كل ذلك من خلال مناهج جاءت قيم الإسلام ومبادئه حاضرة في كل أبوابها وفصولها ومستوياتها، وعلى الباحثين أن يتجهوا إلى هذه المناهج ليبرزوا ما فيها وما يتعلمه سفراء الأزهر من مختلف دول العالم. نعلمهم ذلك أيضاً من خلال الأنشطة والندوات والرحلات والمعارض والمسابقات التي يعقدها المركز والتي تبنى على هذه القيم، وعلى التخلص من السلوكيات السلبية تجاه الآخر. وقد تم تخصيص مكان في المعاهد باسم ملتقى الأخوة الإنسانية ليكون منطلقاً لاجتماعات الطلاب حول هذه القيم وتفعيلها، كما كان هناك ملتقى شهري للطلاب الوافدين تحت عنوان ملتقى الأخوة الإنسانية، والذي جاء رسالة واجبة علينا نؤديها لسفراء الأزهر لننتقل بالعالم صفاء وسلاما وصولا لسلام عالمي ينعم به الجميع في هذه الحياة. وكان مما قام به المركز ذلكم النشاط الرياضي الكبير والذي ضم 7 بطولات تحت عنوان كأس الأزهر للوافدين تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، بهدف بناء شخصية أبنائنا الوافدين وشغل أوقات فراغهم وخلق التآلف والتواد فيما بينهم على اختلاف ثقافاتهم وبلدانهم. وكان عدد المشاركين في مختلف الألعاب من الطلاب والطالبات 1,038 طالباً وطالبة من 31 دولة. وكان عرساً رياضياً هيمنت فيه الروح الرياضية، وكان تطبيقاً عملياً لنبذ العادات السلبية بين الشعوب، ومثالاً حياً لتلاقي الثقافات المختلفة وسط تعايش متحضر التقى فيه أبناء الشعوب المختلفة على أرض مصر داخل مؤسسة الأزهر الشريف. وعازمون في القريب العاجل على إقامة ملتقى الوافد السعيد، السعيد بتفعيل قيم الأخوة الإنسانية ومبادئها. وقد قام المركز ببرنامج أخ ثاني والرابط إنساني، وقد تولاه بالعناية والإشراف والتنفيذ لتمتد به العيون إلى أفق حياة ترصد كوكب السلام والإيخاء والحب والخير والرحمة والتسامح. ونحن مستمرون وماضون في تفعيل هذه القيم وتلك المبادئ من خلال المزيد من البرامج والأنشطة والمسابقات، وفاء لمصرنا الحبيبة التي ننتمي إليها، وولاء لأزهر الشريف الذي ننتسب إليه، واستجابة لما طالبنا به الدين الحنيف
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إنها رسالة واجبة علينا جميعا نؤديها للأجيال القادمة، لأن الله قد أخذ علينا الميثاق كما أخذه على النبيين لتبيننه للناس ولا يكتمونه، وهي مسؤولية نلقيها على عاتق الجميع لنصل في أسرع وقت ممكن إلى أقصى غاية ممكنة لنجعل حياة أخرى أكثر سلاما وإخاء وأمانا، ونجعل من أخلاق أبنائنا خلقا آخر مبني على التسامح والرحمة والعدل والحب والإخاء، فيسود السلام والخير وتنتشر ثقافة الحوار والتعايش. أسأل الله أن يبصرنا بالحق وأن يهدينا إلى نصرته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مرة أخرى أكرر الدعوة إلى أن يكون مركز التطوير مصدراً ومجالاً للباحثين والباحثات والدارسين والدارسات. شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، شكراً لمكتبة اسكندرية على المشاركة، شكراً للمنصة على وجودي في حضرتهم، شكراً للحضور. الموضوع اللي هتكلم فيه النهاردة يخص التعايش المشترك، والأيام زي ما العنوان بيقول أيام مصرية مضيئة. الموضوع أنا اتاخد وحرصت أنه أتكلم على الأقباط من مصادر إسلامية، وأتكلم على المسلمين من مصادر قبطية، علشان تعريف قد إيه كان في أوقات كتيرة في مصر كانت فيها التعايش مشترك، وكان أيام مضيئة أو أيام سعيدة. يمكن الجزئية الشريحة الأولى بيقول رغم ما يمر أحيانا من مصر أوقات مؤلمة ومضنية عبر تاريخها الطويل، لها دايما ما تنتفض وتخلع عنها آلام المخاض لتبدأ يوم جديد مضيئا بروح مصر الأصيلة التي يملأها الحب والأخاء والسمو، وليس ببعيد عنا الأيام الأولى لثورة 25 يناير قبل أن تضيع بين أيدي راكب الموجة بالأيام الأولى، وكيف كانت روح المحبة والأخاء السائدة بالميدان بين أبناء مصر جميعا، متجاورين بعضهم كتفا لكتف ومتجاوزين عن أي شائبة يمكن أن تفرقهم، فكان التاريخ المشترك الطويل بين إخوة تتعدى طوائفهم وديانتهم ولكن دائما يجمعهم الأصل الواحد والوطن المشترك، فكان من انصهارهم سويا روح مصر الأصيلة المحبة، ويتبادل ويتكامل الإخوة معا المهام والأدوار على مدار تاريخها الطويل. لما هتكلم على دور الأقباط في الأيام دي والتعايش دي، هيبقى هنلاقي ان الدور ده قائم مع العرب من قبل دخول العرب مصر. يخبرنا ابو جعفر بن محمد بن جرير الطبري في تاريخه انه جه سيل على الكعبه، وكان بنى له كعبه وقتها من طين ولم يكن البناء متينا، فنتيجه السيل انهدم جزء كبير من الكعبه، فاجتمعت قريش فيما بينهم وقرروا بناء الكعبه على شرط ان يكون من حر مالهم، فأخرجوا من المال أرباح الدعارة والربا وغيرها، والمال الباقي هم اللي قرروا أن يبنوا بيه، فقصروا بنى الكعبة لغاية ما خلوها 3 أمتار، ولقوا أن المبلغ اللي فاضل مش هيكفي للزيادة اللي هيعملوها 3 أمتار أخرى، ففتشوا عن أخشاب في المنطقة، وإحنا عارفين أن في مكة كان موضوع الأخشاب ده حاجة نادرة، فعرفوا ان في مركب جايه من القلزم من السويس غرقت في مقابل في البحر الاحمر مقابلها، ف المركب دي كانت فيها من الاقباط. المهم انه في واحد قبطي كان عبد في مكه، ده كان له خبره في بناء البيوت من الحجاره والخشب، وهي مهاره لا يمتلكها أهل الجزيرة العربية، مهارة البناء. فالأخ ده كان اسمه عامر القبطي،
ده اللي ذاكر الكلام ده أبو جعفر ابن محمد ابن جرير الطبري في تاريخ الطبري المجلد الثاني. الكعبة احنا نعرف طبعا هدمت وبنيت عدة مرات، ثلاث مرات منهم بناها أقباط مصر، ثلاث مرات من بنى الكعبة كان اللي بنيها الأقباط. طه حسين بيكلمنا في كتابه هامش السيرة عن الواقعة دي اللي سنة 18 قبل الهجرة، اللي هو عامل فيل بعد عامل فيل بحوالي 30 سنة، الموضوع هدمه وبنى الكعبة. بس هنا بيذكر انه استعين بمهندس مصري اسمه بخوم، وكان هذا القبطي يعمل نجارا ومقيما في مكة، عكس الحكاية اللي قلناها الأولانية اللي اسمه عامر اللي كان عبد، وهو اللي استعمل الأخشاب اللي كانت موجودة أو جلبت من المركب الغارقة. والثلاث مرات دول مذكورين سواء قبل الإسلام وبعد بداية الإسلام في مكة. عندنا كمان التوسعة اللي تمت في المسجد النبوي في المدينة المنورة، انه كان في عهد الخليفة الأموي الخليفة ابن عبد الملك، الكلام ده سنة 705 ل 715 ميلادية، قرر زيادة المسجد وإعادة أعماره، فوفر لي المواد الضرورية من العمالة والمواد الخام، لكن جاب عمال فنانين مهرة. الكلام ده برضو مش على لساني، أنا زي ما قلت حريص أني أجيب عن المؤرخين المسلمين. جاب فنانين مهرة من أقباط مصر ومن الشام، استحدثوا في بنى المسجد النبوي ما لم يكن فيه من مهارات البناء. اسمحوا لي بس أشرب شوية مية. فنلاقي بلازري المؤرخ الإسلامي الشهير في كتابه فتوح البلدان بيذكر الموضوع ده، أن في زمن عمر بن عبد العزيز سنة 88 هجرية أمروا بهدم المسجد النبوي، وبعث ليه بمال وفسفساء، وأرسل له 80 من أمهر الصناع القبط، ذهبوا إلى الحجاز وأتموا بناء المسجد. إلا أضافوا بقى في المسجد، أضافوا فيه جزء هام جدا حتى الآن نلاقيه في كتب تاريخ العمارة، وهي القبلة. القبلة لم تكن معروفة من قبل في المساجد في بناء المساجد، ولكنها كانت جزء هام في شكل بناء الكنيسة، وهي يطلق عليه في الكنيسة حضن الآب. فأضيف للمسجد، وأول مسجد اتعمل فيه كده فهو المسجد الأموي، وأصبح اللي هي المحراب. فهو المحراب إضافة قبطية في أول ما تمت، والكلام ده برضو ليس على عهدتي، ولكنه كتب تاريخ العمارة، وخاصة طبعا كلنا نعرف الدكتور كمال الدين سامح اللي كتب عن تاريخ العمارة. ده ملخص، أنا بحاول أختصر جدا لأنه الموضوع لو هسهب فيه كثير وإسهامات عدة في عدة أزمنة أخرى، لكن أنا بأخذ النقط الأساسية. ده في الأرض الحجازية، لكن الموضوع لم يقتصر على أرض الحجاز. الخلفاء فيما بعد في الدولة الأموية والعباسية كانوا مدركين لمهارة الأقباط في البناء، والأقباط هنا لكونهم أصحاب يعني حضارة بناء وعمارة. في الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك كلف الصناع والمهندسين لبناء المسجد الأموي في دمشق، وده احنا عارفين انه هو في موقعه هو اتخذ على مرحلتين، كان كنيسة يوحنا المعمدان او النبي يحيى، واتخذ على مرحلتين وبعدين هدم جزء كبير منه واعيد بناؤه بشكل كامل كالمسجد الأموي بشهرته. فبنقول يعني يذكر على المباني بتاعة المسجد الأموي انه تم تعديله، وكتير من الصناع اللي استجلبوا من ده، هنا الصورة للمسجد الأموي، استجلبوا من مصر لإعادة بنى المسجد الأموي. ديهم بعض اللمسات فيها، رغم أنه طبعا السوريين هم محترفين بناء زيهم زي المصريين، لكن المصريين شاركوا أخواتهم السوريين في
بنى المسجد الأموي. برضو زي ما بقول أنا بحاول أختصر على إيه اللي عملوه بالذات. نيجي بقى في المشاركة بين المسيحيين أو الأقباط وحكام مصر في البنى داخل مصر. عندنا حاجة مهمة جدا تبتدي في الدولة العباسية في عصر الطولوني. كان في عصر أحمد بن طولون كان في واحد مهندس اسمه سعيد ابن كاتب الفرغاني من منطقة فرغانة قرب كفر الشيخ، وده نقلا عن كتاب في بعضهم على الأمانة العلمية، البعض يذكر أن ابن كاتب الفرغاني هو عراقي من فرغانة في العراق وهو مسلم، لكن الغالبية أشار أنه قبطي وأنه مسيحي. القصة بتقول على إعادة بنى مقياس النيل اللي في الروضة من قبل سعيد ابن كاتب الفرغاني، فعملوا هو حتى الآن المقياس ده قائم ومن روائع العمارة. وبعد انتهائه راح ابن طولون لافتتاحه، فالحصان بتاعه غرز بالطين وتعثر، فغضب احمد ابن طولون واعتقد انه ده من فعلة ابن كاتب الفرغاني فاخده وحطه في السجن. المهم اللي حصل وهو في السجن قرر ابن طولون لبناء مسجد ضخم كبير لم يبنى مثله في مصر، وبعد تفكير فأشير لي أنه يلزمه 300 عمود تتحطه في المسجد ده عشان بناه. طبعاً إحنا الأنماط المعمارية السابقة لعصر ابن طولون هنلاقي كلها زي مثلاً عبر العاص وخلافه، هي أنماط تعتمد على وجود أعمدة، وكانت بتتخذ الأعمدة دي من العمارة القديمة، أي منشآت القديمة سواء قصور أو كنائس غيره كانت لإعادة البناء. وحتى قريب يعني أنا شاركت في يوم من الأيام في إعادة ترميم عمرو بن العاص، لغاية الزمن ده كان في بعض الأعمدة وعليها صلبان، فإعادة الاستخدام هو شيء سمة العصر، يعني الحاجات القائمة يعاد استخدامها مرة أخرى. المهم أنه تدخل هنا ابن سعيد ابن كاتب الفرغاني وطلب أنه هو اللي يقوم بأعمال البنى، ده صورة للمسجد، وأنه لا يستعمل فيها أي من الأعمدة إلا عمودي القبلة فقط. والسمة الغالبة بعد كده للمسجد هي سمة تقرب من سمات عمارة ما بين النهرين اللي هي البناء بالطول الأحمر، وعنصر معماري جميل جدا وله سمة عراقية وهو المأذنة الملوية اللي هو زي السمراء أو الملوية طور المخروطية. أيوة هي يمكن هنا تختلف شوية إن لها جزء مربع من أسفل وبعدين الجزء المخروطي العلوي زي ما هو باين في الصورة، وبعدين يكمل الجزء العلوي بشكل تاني برضو، لكن فيها السمة وجود السلم الخارجي، ودي كانت سمة غير معروفة في مصر متاخدة من بلاد العراق. واتعمل المسجد كله بالطوب الأحمر على منطقة اسمها جبل يشكر، وتقال إنه ده اللي يخلي بناء المسجد ده غير قابل للحريق لأنه الطوب الأحمر هيقوى بالحريق وما فيهوش فيها غير عمودي القبلة. أما بقية المسجد فالأعمدة اللي فيها مشكلة، أعمدة الأركان البراكت اللي موجودة هي أعمدة مشكلة وليست أعمدة حقيقية. من الحاجات اللي برضو الوقت لو سمحت تفضل لو سمحت الوقت يعني تجاوزت أنا دلوقتي دقيقتين بس فضل دقيقتين. طيب بشكل عام أنا يعني كان الموضوع أنه هتكلم على العمارة والعمران، أنا يمكن تقريبا كده خلصت العمارة فيما يخص، بس كان هتكلم عن العصر الفاطمي وأن أخذوا دير العظمة وإدوا للأقباط بدلها دير الخندق اللي هو حاليا الأمبرويس مقر البطريركية القبطية، ده برضو له موضوع كبير. المهم زي ما قلت في العمارة، أنا العمارة عندي العمران، فشارك الأقباط مشاركة قوية جدا، وأعتقد كم كبير من المقالات والأبحاث والمحاضرات اتكلمت على الفترة بتاعة ابن شريك، وده أصبح ده سمة اللي ظهر المؤتمر هنا كل الكلام عن ابن شريك. لكن
هو فعلا ابن شريك او زمن ابن شريك ما كان ليه وما كان عليه. مش هنناقش شخصية ابن شريك قد في الزمن بتاعه كان الدور القوي جدا جدا للأقباط في إنشاء البحرية العربية، سواء نلاقي في غزوة عمرو بن العاص الثانية الغزوة الأولى برية إلى الخمس مدن الغربية، أما الغزوة الثانية فعملها غزوة بحرية. وهنا عمل إيه؟ لم كل السفن المتبقية في المواني المصرية ومواني الشام وطلع بيها بالحملة كبيرة. ومن ضمن النقط المهمة جدا كمان الموقعة ذات الصواري، طلع بالحملة الثانية وتكونت فيما بعد بقى اتاخد 1000 قبطي بعائلاتهم، لو هنقول مجازا كل واحد له 5 كمان معاه يعني عيلته مراته وأولاده، وودوهم لتونس في منطقة رادس هناك بتونس، واتعمل ما يطلق عليه دار الصناعة في تونس، وأصبحت دي مركز لصناعة السفن، المركز الثالث. المركز الأول كان بمصر بالإسكندرية، وعندي مركز في مجموعة مراكز في مصر بلا تحديد، وعندي مجموعة ترسانة أخرى في بلاد الشام، أما الترسانة الثالثة فكانت في تونس. ودي الترسانة اللي أنشأت السفن اللي ساعدت فيما بعد الفاطميين على دخول مصر بأريحية، وهي اللي ساهمت في حماية حوض البحر المتوسط ضد الهجمات بتاعة البيزنطيين على بلاد المشرق فيما بعد، وأصبح للعرب بعد التاريخ ده السيادة على حوض البحر المتوسط. أنا بحاول أختصر، هو كده لسه فاضل لي حاجة كده خلاص. طيب يعني أنا زي ما قلت دور، حاولت إن أنا أظهر دور الأقباط في العمارة المدنية والعمران والمشاركة حتى في الأعمال البحرية، لأنه العرب كانت كل دورهم في معركة ذات الصواري، والمعارك اللي بعد كده كان دورهم الدور الحربي. أما الأقباط وبكتابات المؤرخين المسلمين كان دورهم هم البحارة، هم اللي بيقوموا بالعمليات البحرية، وحتى في زي ما يشبه البروتوكولات، وده بنشوفه من بعض البرديات بتاعة ابن شريك، ما يشبه البروتوكول للتعاون المالي من الكنيسة القبطية لتدعيم والصرف على الأسطول والمتطلبات، سواء المرتبات البحارة أو الخامات من نحاس وخشب وخلافه لبناء السفن. وشكرا. شكرا جزيلا للمهندس الأستاذ عاطف عوض على هذه الالتفاتة المميزة في دراسته، وشاكرين له ولكافة الزملاء الباحثين هذه الالتفاتات المميزة، حقيقة جميعها مميزة. لذلك نؤكد على ضرورة الالتزام بالوقت، حقيقة هي مميزة جميعها لكن الوقت لا يسمح. وإضافة إلى ذلك أؤكد أن الوقت الذي تقتضيه في الشرح تحتاج وقت أكبر، لكن جميع بما أنها جميعا متميزة الرجاء الالتزام بالوقت، وهو 10 دقائق لكل باحث. الآن تتفضل دكتورة نبيلة عبد الفتاح، أستاذ قانون دستور ونظم سياسية، وعنوان مداخلتها دور الإعلام الرقمي في نشر ثقافة التسامح والتعايش. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أكون معكم. نبيلة عبد الفتاح قشطي، دكتورة قانون دستوري ونظم سياسية، وكبير معد برامج بالتلفزيون المصري قناة الدلتا. بداية اسمحوا لي أن أقدم تحية خاصة لضيوفنا الكرام من الدول العربية الشقيقة المتواجدين معنا في القاعة، مرحبا بكم في وطنكم الثاني جمهورية مصر العربية. ولا يمكن للكلمات التعبير عن مقدار المحبة والسعادة التي تعم الأرجاء لوجودكم معنا اليوم. أهلا ومرحبا بكم في مؤتمرنا اليوم، فاليوم هو يوم مميز بحضوركم، فأهلا بكل فرد متواجد في هذه القاعة، ومرحبا بكم جميعا،
وأتمنى الحصول لكم فأهلاً. فأهلاً بكل فرد متواجد في هذه القاعة ومرحباً بكم جميعاً. أتمنى لكم الحصول على الفائدة المرجوة من خلال طرح المعلومات التي سنشاركها معكم في مؤتمركم الدولي التعايش والتسامح وقبول الآخر نحو مستقبل أفضل، حيث سنناقش عدداً من الموضوعات البالغة الأهمية وأتمنى أن تعم الفائدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الله لا يشكر الناس. أتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور جاسم حيدر رئيس الجلسة من العراق الشقيق، منور مصر يا دكتور. وأدعو الله عز وجل أن يمنحني التوفيق وطلاقة اللسان لعرض كل المعلومات التي أود طرحها ومناقشتها معكم اليوم من خلال ورقة البحثية التي تحمل عنوان دور الإعلام الرقمي في نشر ثقافة التسامح. أما بعد، تعد ثقافة التسامح والتعايش من أهم المواضيع التي يتم التركيز عليها في الوقت الحالي، حيث تسعى العديد من الدول لتأمين الأفراد وتحصينهم من التطرف والإرهاب من خلال نشر ثقافة التسامح والتعايش وتعزيزها بين الأفراد، نظراً لأثرها الإيجابي والفعال فيما يواجه العالم من أزمات انعكست آثارها السلبية على البشرية. فالتسامح والتعايش يسعان إلى توفير حياة سليمة بين أفراد المجتمع. ويعد الإعلام الرقمي الوسيلة الأكثر تأثيراً لأنه يتجاوز الحدود الجغرافية، بالإضافة إلى أنه منصة لتشكيل العقل مما ينعكس على سلوك أفراد المجتمع. وفيما يتعلق بدور الإعلام الرقمي في التسامح والتعايش فهو سلاح ذو حدين، حيث يتوقف تأثيره على أهداف وغايات المستخدم وعلى درجة وعي المتلقي. فيمكن أن يستخدم الإعلام الرقمي من قبل الجماعات المتطرفة لبث الكراهية والعنف، وهو ما يعرف بمحاربي التعايش والتسامح. كما يمكن اللجوء إليه لتحقيق التسامح والتعايش ونشر ثقافة السلام والوئام. ومن خلال ورقة البحثية تناولت ماهية الإعلام الرقمي ودوره في تحقيق التسامح والتعايش، بالإضافة لمعرفة كيف كان وسيلة لنشر التطرف والعنف من قبل محاربي التسامح والتعايش. إن نشر ثقافة التسامح والتعايش بين الناس يحتاج منا جميعاً توحيد الصفوف في مواجهة تنامي ظاهرات سلبية منتشرة مثل إقصاء الآخر وتفشي ثقافة الكراهية والعنف وما إلى ذلك. لذا يجب تفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة، خاصة الوسائل التقنية الحديثة وشبكة الإنترنت وما يعرف بالإعلام الرقمي الذي تغلغل في سائر نواحي الحياة المختلفة وأصبح شديد الصلة بالفئة الأكثر استهدافاً من قبل المتطرفين وهم فئة الشباب. ومن الأهمية بمكان الدراسة بحث دور الإعلام الرقمي في نشر هذه الأنماط الفكرية والثقافية بين المجتمعات، وتبني وتشجيع ثقافة التسامح والتعايش ونبذ ظواهر العنف والتطرف الإرهاب. وتتعاظم مشكلة البحث في التعرف على مدى قدرة الإعلام الرقمي في تحويل الرأي العام من التعصب والتشدد إلى اعتناق ثقافة التسامح والتعايش، كما تتمحور مشكلة البحث في سعي هذه الدراسة للتعرف على ماهية الإعلام الرقمي وتحديد الاستراتيجيات التي يمكن أن يستخدمها من يتحكم ويسيطر على وسائل الإعلام الرقمي سواء بالسلب أو الإيجاب. وأهمية أي دراسة أو بحث يقوم به الباحث تتوقف على القيمة الظاهرة التي يدرسها وجوهرها العلمي وما يصبو إلى تحقيقه من نتائج يمكن الاستفادة منها. فالهدف الأساسي من وراء بحثنا يتمثل أولاً في توسيع دائرة معارفنا في معرفة مدى
قدرة الإعلام الرقمي على نشر ثقافة التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إثراء مكتباتنا بمثل هذه الدراسات لكي يتسنى للطلبة الاطلاع عليها وأخذ فكرة بسيطة حول هذا الموضوع، وتوفير دراسة موثقة عن دور الإعلام الرقمي في نشر ثقافة التسامح والتعايش، وإلى جانب ذلك ترجع أهمية الدراسة إلى توضيح بعض النقاط الهامة على النحو التالي: أولاً، إلقاء الضوء على استغلال محاربي التعايش والتسامح للإعلام الرقمي لنشر التأثير سلباً على المجتمع. ثانياً، التعرف على قدرة الإعلام الرقمي على تحقيق الإشباع المعرفي والفكري لمستخدميه، كما يتيح التواصل بين أصحاب الأفكار المشتركة. ثالثاً، التعرف على مدى ثراء وسائل الإعلام الرقمي وزيادة التفاعلية واللاتزامنية الخاصة بها مقارنة بالوسائل التقليدية. رابعاً، توضيح مدى تأثير الإعلام الرقمي على زيادة إدراك الجمهور للأحداث والأخبار المختلفة والوعي بها. خامساً، صياغة استراتيجيات خاصة بتوظيف الإعلام الرقمي للتأثير في الرأي العام ونشر ثقافة التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع. ويعد تحديد أهداف البحث من الخطوات الأساسية في سبيل الوصول إلى نتائج متكاملة وصحيحة، ويتمثل الهدف العام للبحث في معرفة مدى قدرة الإعلام الرقمي في نشر ثقافة التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع، والتعرف على ماهية الإعلام الرقمي ودراسة مدى الاستفادة منه. من الأهداف، ولتحقيق هذا البحث لدينا مجموعة من الأهداف نركز عليها: أولاً، التعرف على ماهية الإعلام الرقمي. ثانياً، معرفة دور الإعلام الرقمي في نشر ثقافة التسامح والتعايش. ثالثاً، توضيح الدور السلبي للإعلام الرقمي في نشر الأفكار المتطرفة ونبذ الآخر. رابعاً، وضع مجموعة من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتوجيه وسائل الإعلام الرقمي لتكون عنصراً داعماً لنشر ثقافة التسامح. أما عن المنهج المتبع، فالمنهج هو مجموعة من الإجراءات المتبعة في دراسة الظاهرة ومشكلة البحث للاستكشاف الحقائق المرتبطة بها والإجابة على الأسئلة التي أثارتها المشكلة. ولهذا من الضروري استخدام المنهج باعتباره الطريقة التي يسلكها الباحث للوصول إلى نتائج معينة. وتختلف مناهج البحث باختلاف مواضيع الدراسة والمشكلة المطروحة، فلكل ظاهرة أو مشكلة صفات وخصائص تميزها عن الأخرى. واتجهنا في دراستنا هذه إلى اعتماد المنهج الوصفي الذي يرتكز على وصف دقيق وتفصيلي لظاهرة استخدام الإعلام الرقمي سواء بطريقة سلبية أو إيجابية. وبعد القراءة الأولية لكل ما يتعلق بموضوع البحث وجمع المادة العلمية من مصادرها ومراجعها والقيام بترتيبها حسب المباحث التي تخدم الغرض منه والتزاماً بالمنهج المعتمد، استفتحت بمقدمة بيّنت من خلالها أهمية الموضوع وإشكالية وأسباب اختياره والأهداف التي يهدف إلى تحقيقها. ومنهج البحث المعتمد، وبناءً عليه تم تقسيم البحث لثلاثة محاور وذلك على النحو التالي: تناولنا في البداية ماهية الإعلام الرقمي وخصائصه ومميزاته، ثم تناولنا ماهية التعايش والتسامح، وانتهينا بالتعرف على مدى مساهمة الإعلام الرقمي في نشر ثقافة التسامح والتعايش في المجتمع. وأخيراً أنهي ورقتي البحثية بخاتمة تضم أهم التوصيات التي توصلت إليها والتي أرى أنها ضرورية لبناء مجتمع يقوم على ثقافة التسامح والتعايش، وذلك على النحو التالي: أولاً، نبذ خطاب الكراهية وعوامل الفرقة التي يمكن نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي. ثانياً، التبليغ عن أي صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بنشر
مواضيع تتعلق بالعنف والتناحر. ثالثاً، الحرص على التفاعل الإيجابي مع الآخرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن مظاهر التهجم والإساءة للآخرين. رابعاً، العمل على إعادة نشر الموضوعات التي تتعلق بالقضايا التسامحية. خامساً، توضيح قدرات الأفراد للاستمتاع بحقوقهم في حرية الرأي والتعبير التي تعد أحد عوامل التمكين للبشر الآخرين. في ختام كلمتي، لا تساعدني روحي أن أقول ختاماً، بل أدعو الله أن نظل نلتقي دوماً بأسمى معاني الود والتقدير والاحترام. أقدم لكم الشكر على حسن الاستماع والمتابعة، فلكم مني كل المحبة والتقدير. تحياتي لكل السادة الحضور. كانت معكم نبيلة عبد الفتاح قشتي، دكتوراه قانون دستوري ونظم سياسية، وكبير معد برامج بالتلفزيون المصري. ووفقني الله وإياكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأحيل الكلمة لرئيس الجلسة. شكرا جزيلا للدكتورة نبيلة عبد الفتاح قشطي لالتزامها بالوقت، وقبل ذلك للعرض الموجز لدراستها المفيدة جدا، خصوصا لاهتمامات الشباب في هذه المرحلة في هذا المجال. شكرا جزيلا دكتورة نبيلة. الآن دور دكتورة أحلام الصياد، أستاذ العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر، تلقيها نيابة عنها دكتورة أنوار محمد عثمان، والتي عنوانها حوار الأديان والتعايش السلمي في المجتمع العراقي ودور المؤسسة الدينية في ترسيخه. فلتتفضل مع تركيزنا على الالتزام بالوقت يا دكتورة أنوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أنا هبدأ بالكلمة بتاعتي بكلمة الدكتورة أحلام الصياد، أستاذتي في العقيدة والفلسفة. بس الوقت يعني. نعم؟ لا ما تقلقش. ضروري. لا ما تقلقش. طبعاً هي الكلمة هي بعتتها لي، فأنا هقرأها من يعني هختصر حتى بعض الأجزاء عشان نكمل الجزء بتاع السوق. أوكي. هي كانت جلستها في الأونلاين، بس يعني تتأكد من مؤتمر التعايش والتسامح وقبول الآخر نحو مستقبل أفضل. تتوجه أنظار العالم اليوم في شرق الأرض وغربها إلى مخرج من الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالدول والمجتمعات. بعد عقود من الصدام والصراع استمرت على مدى القرن العشرين، لا تزال صورة من هذا الصراع مستمرة إلى أيامنا هذه في الربع الأول من القرن الواحد والعشرين الميلادي. وكمحاولة لوضع المعالجات التي تخفف من حدة النزاعات والتوترات في العالم اليوم، ظهرت الدعوات التي تنادي بالتعايش السلمي بين أمم الأرض. وبغض النظر عن الدوافع الحقيقية وراء تلك الدعوات، إلا أنها استرعت انتباه عقلاء وعلماء العالم. توجد مجموعات للبشر، فإنه حيث توجد هذه المجموعات فلا بد أن تبرز فكرة التعايش وتعلو الدعوة إلى وضع الأسس والضوابط للحد من تعديات البشر بعضهم على بعض. التعايش هو أخذ بأسباب العيش وتبادل المنافع، ينتج عنه تسامح مع المخالف في الحدود التي يقبلها العقل والفطرة. والتعايش بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة يفقد جدواه وقيمته حين ينقلب دعاته إلى مصرين على استغلاله وتوجيهه الوجهة التي تخدم أهداف معينة وراء الدعوة للتعايش، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون هناك تعايش ما دام هناك تخطيط للإجهاض ومحاربة للطرف الآخر وإلغاء وجوده. المسلمين عبر تاريخهم الطويل كانت لهم دول قامت على التعايش بين أصحاب الأديان المختلفة، لا يمنعهم مانع من أن يستجيبوا لدعوة التعايش مع غيرهم من أتباع الديانات الأخرى.
عند النظر والتأمل في تعاليم الدين الإسلامي وترتيبه القضائية والإدارية واستحضار مدارسه الفقهية والاجتماعية واستلهام أدواره الحضارية والتنموية، نجد أن المسلمين قد مارسوا التعايش مع أمم الأرض من أصحاب الأديان المختلفة وفصلوا الأحكام والمذاهب في التعامل معهم في كل الأمور، من الزواج، الأكل والمشرب، مخالطتهم في الدروب، السكن، والأسواق، المناسبات العامة والخاصة. وذلك كان في عهد النبي الرسول الخاتم الذي ساكن اليهود في المدينة ووداع المشركين غير المحاربين وراسل ملوك الأرض وقبل هداياهم واستقبل وفد النصارى من أهل نجران في مسجده وزاره ابن جاره اليهودي لما كان مريضاً وأكل من الشاة المسمومة التي دعته إليها اليهودية فقبل دعوتها، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهوناً عند يهودي. وحين نتجاوز عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهود الخلافات الراشدة نجد أن المدينة امتلأت بالموالي من غير المسلمين بعد توسح الفتح الإسلامي، ومع ذلك فقد عملوا في سائر المهن والصنائع مع أهل المدينة. أما عهود الدولة الإسلامية بعد ذلك بما فيها الأموية والعباسية فقد وصل نفوذ غير المسلمين فيها إلى سدة بلاطم بعض السلاطين، مما يدل على إفساح مساحة الحرية في تلك الدول والاكتفاء من الرعاية بأن يحفظوا نظام الدولة. أركان التعايش ومنطلقاته العامة لكل دعوة أركانها التي تبنى عليها ومنها تنطلق. وحين ننظر إلى دعوة التعايش في عالمنا اليوم فإننا نجد في ديننا ومسلماتنا الثقافية والعرفية ما يؤيد ذلك، ومنها مشروعية عصمة الدماء والأموال وصيانة الأعراض، توفير فرص العيش الكريم القائم على العدل والمساواة في تقاضي الأجور ودفع المستحقات حتى تصل الحقوق إلى أربابها من غير بخس ولا مطل ولا ضرار، كما أن من أركان التعايش المهمة استصلاح الأفراد والمجتمعات بالتربية والتدريب والتعليم وتمييز الصالحين منهم وتحقيق المواطنة الصالحة من قبل المقيمين جميعاً على أرض الوطن سواء كانوا من أبنائه الأصليين أو من القادمين إليه من أماكن أخرى. 4. عدالة الأنظمة والقوانين ومساواة الرعاية مع غيرهم من المواطنين فيما يطلب منهم من الضرائب أو يقع عليهم من العقوبات. أسس وآليات التعايش السلمي، ضمان الإرادة الحرة المشتركة بين الأطراف المختلفة، رسوخ ثقافة التفاهم حول الأهداف والغايات، مأسسة التعاون على العمل المشترك، صيانة التعايش بأساس من الاحترام والثقافة المتبادلة، ولا بد لتحقيق التعايش من آليات تعمل على تحقيقه بصورة مثلى، منها الحوار بكل دلالاته اللغوية والشرعية وآدابه ومقوماته السلوكية ومتطلباته العصرية، تضمين مناهج التعليم شروحات مفصلة للضروريات والكليات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها وهي الدين، النفس، المال، العرض، العقل، محاربة التعصب والعنصريات والعنف بكل الأشكال والمظاهر وتوسيع دائرة الحوار والمشاركة، ضوابط قد التعايش. لكي يتم التعايش بين كل أفراد المجتمع لابد من ضوابط: 1. الفهم العميق للإسلام، 2. إقامة العدل والإنصاف مع كل الناس، التزام الحكمة في المعاملة. أصحاب دعوات التعايش السلمي اليوم ينادون بما يأتي: القول بحرية الدين، ونجد أن الإسلام قد سبق إلى ذلك، منع كل ألوان الاعتداء على الآخر، ولا شك أن الإسلام قد سبق إلى ذلك بتاريخه الكبير، منع الكراهية الدينية والدعوة إلى الإخاء الإنساني، المطالبة بالحرية الدينية للأقليات غير المسلمة في البلاد الإسلامية، البعد عن العنف والإرهاب والتطرف الديني والتكفير. والمشكلة اليوم تأتي ممن يتكلمون في شؤون الأمة بوجهة نظر فردية وإنفعالات ظرفية بعيداً عن الاتزان والاعتدال والنظر في المآلات، ولا بد من هنا من التأكيد على الاجتهاد. وقد قام الأزهر الشريف بدور مهم في ذلك، حيث كان له الفضل عبر الأزمان المختلفة في نشر الوسطية والتسامح وخاصة في العصر الحديث، فيعد الأزهر الشريف جامعاً وجامعة منذ نشأته على مدى أكثر من 1000 قرن حلقة وصل بين مصر والعالم الإسلامي كله. وقد سجل التاريخ الكثير من المواقف والبطولات في التصدي للغزاة، وكذلك ذخر بكوكبة من العلماء الذين أثروا الحياة العلمية والأدبية بمزيج من ألوان الفكر وفنون المعرفة المختلفة، بالإضافة إلى دورهم المهم في الحوار المجتمعي والوطني وموقفهم الإيجابي من ذلك. من الشخصيات التي أثرت
في هذه رفاعة الطهطاوي الذي يعد بمثابة الأب الروحي للنهضة العربية والتنوير في مصر الحديثة من خلال مؤلفاته الإصلاحية. من الشخصيات أيضا الإمام محمد عبده الذي تميز بموقفه الإصلاحي والتسامحي بالتحرك من قيود التحرر من قيود التقليد. أما في وقتنا المعاصر وفي هذا القرن 21 فقد ظهرت صورة معبرة عن التسامح والتعايش السلمي. هذه الصورة لشيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أستاذ دكتور أحمد الطيب ولقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وهي تمثل لقاء الحضارتين الإسلامية والمسيحية. ربما كان العالم ينتظر لقاء القطبين الإسلامي السني والمسيحي الكاثوليكي، ونتج عن هذا اللقاء وثيقة الأخوة الإنسانية وهدفها الحوار بين الأديان. إن الحوار قيمة من قيم الحضارة الإسلامية المستندة إلى مبادئ الدين الحنيف وتعاليمه السمحة، وهو يعبر عن أبرز سمات الشخصية الإسلامية السوية. عفواً لو سمحت يا دكتورة. لا بس عندي ملاحظة، عفواً. ما هي خلاص خلصت أصلاً. العنوان. وشكراً للقائمين على هذا المؤتمر مع خالد زعيب. لا مش ممكن يا دكتورة، أنت لازم تسمعيني. اتفضل. العنوان حوار الأديان والتعايش السلمي في المجتمع العراقي. لا حضرتك، دور الأزهر التاريخي في نشر الوسطية والتسامح، ده الدكتورة أحلام الصياد. دور الأزهر التاريخي. طيب أنت ألقيت أي عنوان؟ دور الأزهر التاريخي في نشر الوسطية والتسامح، اللي هي ده اللي كانت المفروض إنها تلقيه في الأونلاين. تمام، إذن العنوان هو شنو؟ دور دور الأزهر التاريخي في نشر الوسطية والتسامح. نعم تفضل. كده خلاص، وهنبدأ بقى اللي هو بتاع دور القيادات الدينية. نعم، إذن شكرا لدكتورة أحلام وبديلتها دكتورة أنوار. الآن تتفضل دكتورة أنوار في إلقاء موجز دراستها والذي عنوانه، طبعا هي أستاذ مساعد أو مدرس مساعد بجامعة الأزهر قسم العقيدة والفلسفة، وكذلك رئيس ومؤسس مبادرة بناء السلام والحوار المجتمعي واستشاري تنمية وقدرات مجتمع مدني وعضو هيئة تدريس جامعة الأزهر. بما أنه هو البحث بتاعي فأنا مش هبقى محتاجة قوي أن أنا أبص للورقة، لكن أنا طيب هختصره في خمس دقائق إذا ممكن حتى الصوت يكون واضح. كمان كده تمام، لقي هذا إيه؟ خلاص كده تمام زي. نعم تفضل. يأتي دور القيادات الدينية هو من أقوى الأدوار الحيوية التي تساهم بشكل عملي في الحد من العنف ومنع الانتهاكات بحقوق الإنسان، حيث يشكلون القوة الناعمة بالمجتمعات، بتعتمد عليهم الحكومة في الوساطة لحل الكثير من النزاعات، كما حدث بالصومال بعد فشل الأمم المتحدة في تشكيل الحكومة، فلجأوا إلى القيادات الدينية المؤثرة، وكذلك في ميانمار وأمثلة أخرى كثيرة، وعليهم مسؤولية كبيرة في تنفيذ الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، بناء السلام والعدل وحل النزاعات وبناء المؤسسات القوية، فلن يكون هناك سلام بين الأمم بدون سلام بين الأديان. في هذا البحث هناك استعراض لعدد من النقاط، ولكني سأركز على يعني إيه المهمات الأساسية لما يتم الاعتماد على القيادات الدينية، لأن لهم تأثير في المباشر في الحياة اليومية للأفراد والجماعات. الأدبيات الجديدة في دراسات الدبلوماسية وحل النزاعات تعطي اهتماماً بالغ في مشاركة هذه المرجعيات الدينية، ولكن تكمن الإشكالية كيف يمكن بناء السلام الديني وأن يكون بديلاً لحل النزاعات في العالم. لمعالجة الموضوع بيتم الاعتماد على فرضيتين: بناء السلام الديني في النزاعات مرهون بمدى قدرة تأثير القادة الدينيين في الأفراد بضرورة وقف العنف واللجوء إلى السلام. 2. تحقيق السلام عن طريق تفعيل الوساطة الدينية. بناء السلام الديني هو مفهوم حقل علمي جديد في الجامعات الأمريكية، وانشأت له الكثير الآن من المؤسسات والأكاديميات المتخصصة، وله العديد من المصطلحات: بناة السلام الدينيون، أكثر الألقاب متداولاً، وهناك النشطاء الدينيون وصناع السلام الدينيون. ولكن اليوم في ظل النزاعات المعقدة يتطلب الأمر أن يكون هناك تكوين لبناة السلام تكويناً عالياً يمكنهم من توظيف القدرات والإمكانات المتاحة لفض المنازعات ومنع وقوعها مجدداً، بالإضافة لتحقيق المصالحة وإيجاد عناصر التوافق بين الجماعات المنخرطة في الصراع. على الرغم من أن الدين يعني يعد جانب هام وبارز في الكثير من النزاعات، إلا أنه هو بيتم تهميشه في كثير من عمليات السلام،
فهو بل إنه لا يستقر فقط على المبادرات الشعبية، ولكن على الزعماء الدينيين يتطلعون في كثير من الأحوال المشاركة والتدخل في هذه القضايا المحورية. إذا سأترك الجزء الخاص بالدين، لأن هناك فيما يخص الأخوة الإنسانية، لكن أتكلم على دور الكنيسة الكاثوليكية بعض الأدوار في دور في حل النزاعات الدولية. كان نزاع ما بين شيلي والأرجنتين في 1948، النزاع الهندي الباكستاني، النزاع في نيجيريا، النزعة الكاثوليكية اللي هي المحاربة الأمية بشكل سلس واللي قامت به كجزء مجتمعي. فرجال الدين هم أوفياء لمبادئهم السلمية دائما. بيتمتع القادة الدينيين خصوصا في مناطق النزاعات بالقدرة الرمزية والمكانة الاجتماعية وتوظيف الخطاب الديني الذي يحث على نبذ العنف. آليات بناء السلام رغم بساطتها كالوساطة والحيادية ونصرة المظلوم إلا هي أكثر تأثيراً في الآليات المختلفة المعتمدة من البعثات الدبلوماسية. حابة أتكلم على هي إيه آليات الوساطة الدينية. عناوين: أول حاجة بتاخد دور المدافع، تاني حاجة إنها يكون من آليات الوساطة وظيفة الوساطة اللي هو وجهات النظر ما بين المفاوضات المختلفة، وظيفة الملاحظ، ودون كان في اعتماد مناهج غير العنف اللي اعتمدها غاندي في 1991 لما لعبت الكنيسة دور في الانتخابات في مراقبة الانتخابات في زاميبيا، وظيفة التربية، ودي سبب أساسي من نشر آليات السلام وبناء السلم. الحوار الداخلي بين الأديان، وده لو احنا شفنا في الحرب الأهلية اللي تمت سنة 1994، قبائل الهوتو والتوتسي بينتمون للمسيحية، ويوجد كان يوجد أقلية من الجماعتين تعتنق الإسلام، لكن هم رفضوا الدخول في هذه الصراعات لأنها كانت لا تمت إلى الدين بصلة، ولكنها كانت أسباب عرقية بعيدة عن الدين. هناك تحديات بالفعل أمام رجال الدين وعلينا أن نعترف بها. أولا هو الدور السياسي في الدول، هل هناك يعني الدور السياسي هل هو دافع لهم بالفعل؟ كذلك معالجة مواضيع المساواة بين الطرفين، وذلك يظهر في أنه أكثر القيادات الدينية من الرجال وخاصة في المنطقة العربية، فده تحدي إحنا محتاجين أنه يكون يعني نحن يتم النظر إليه. الربط ما بين الهدف التنمية المستدامة الهدف 16 وأجندة المرأة والسلام والأمن اللي هي بحيث أنها هي أهداف التنمية اللي هي أهداف الأمم المتحدة، الربط ما بين العنصرين في مواجهة العنف المشترك. حابة أتكلم برضو عن جزئية من الجزئيات فيما يخص التوصية من التوصيات العملية المهمة، وهي من البرامج الدينية ومن انتشارها ومن وصولهم ودون شيء، إلا أنه يوجد هناك عدم متابعة وتقييم ورصد كاف من المؤسسات الدينية، ولكن هم بيظهروا في وقت النزاع ويختفوا بعد النزاع، وكأن القيادات يتم استخدامهم لحل مشكلة والخروج مرة أخرى. عدم وجود مؤشرات واضحة، فإن عدم إن إحنا نقدر للمتابعة والقياس والتقويم، فإحنا محتاجين إن يكون عندنا إحنا كقيادات دينية من كافة الأديان مؤشرات واضحة إحنا اللي عاملينها، مش إحنا اللي واخدينها من مؤسسات تانية. لو بنتكلم على كايسيد نفذت ده فيما يخص كمؤسسات، في مبادرات تم هيتم عرضها في البحث، كايسيد، الأخوة الإنسانية، مؤتمر فاس، في مؤتمرات كثيرة قامت لأجل هذا الدور. هختم البحث بجزء مهم جدا، انه يوجد هناك دور كبير للقيادات من المؤسسات الدينيه، ولكن هناك ليس هناك من المؤسسات الدينيه فقط، فهناك قيادات حقيقيه طبيعيه موجوده على الارض، علينا كذلك ان يتم استخدامها، وليس فقط ان نلجا للمؤسسات الدينيه بان يتم ترشيح اشخاص بعينهم لحل هذه النزاعات، ولكن ان تعظيم دور القاده الطبيعيين الدينيين الموجودين في المحافظات، وكذلك تاهيلهم تاهيل عالي بتكوين جيد لكي يقوموا بهذا الدور في بناء السلام ومواجهه العنف. شكرا. شكرا جزيلا دكتورة أنوار محمد عثمان عن هذا الإيجاز، سواء لدراستها أو لزميلتها أستاذ دكتور أحلام الصياد. حقيقة في ختام جلسة هذا اليوم، شكرا جزيلا والله لا، من اللي موجود بعد؟ احنا انطوني 6 فقط. حضرتك نضيفك للجلسة؟ اسم حضرتك؟ أنا
ما موجودة هناك. بالإمكان تعطيني معلومات؟ لا عفوا، هذه لا بأس، بإمكان في جلسة ثانية. حضرتك في الجلسة الأولى يا أستاذ، هذا الإيجاز اللي وصلني، لكن بالإمكان حضرتك بس المعلومات هنا. دكتورة عفوا، اسم جنابك؟ نعم. تمام. نستميحك عذرا يا أستاذ محمد، لأنه تم تحويل دراستك للجلسة الأخرى. عذرا، أنا اللي وصلني هذا يا أستاذ محمد، فمشيت بحسب الجدول. وفي نهاية هذه الجلسة حقيقة حضرتك بالإمكان 10 دقائق فقط للمناقشة. تفضل يا دكتورة. نعم، من حقك أن تتكلمين في مكانك يا أستاذة. لا، حتى تجاوب على المنصة. نعم، هل هنالك دكتورة نبيلة موجودة؟ ما أعتقد موجودة. نعم. أنت عظمتي دور القادة الدينيين، وجيتي في الآخر قلتي القادة الطبيعيين الدينيين. خلي بالك، هو في قادة طبيعيين ده معروفة، وفي قادة دينيين. تمام. يعني مثلا الحارة بتاعتنا اللي احنا ساكنين فيها بيبقى فيها معلم كده، يعني صاحب ورشة ولا صاحب محل كده كبير، وهو راجل كبارة وعلى خلق وكده، فبنلجأ له يحل لنا ايه مشكلتنا. فده قائد طبيعي، مش ديني، وبيلعب دور برضو في حل المنازعات. فالقائد الديني ليس قائد طبيعي، القائد الديني بيمارس وظيفة دينية. حاجة تانية بقى، ان انت لما عظمتي دوره في المنازعات السياسية الدولية معاكي، المنازعات السياسية الدولية القائد الديني ممكن ينخرط في المسائل الدبلوماسية ويلعب دور، لكن في المجتمع المدني جوه الدولة لا، القائد الديني ممكن يصنع فتنة. القائد الديني في المجتمعات المدنية، يعني جوه مدينة اسكندرية، لما عارفة انت اسكندرية جية في 2011 كان فيها قادة دينيين. تمام، واخده بقى خربوها. لا يعني انا فهمت حضرتك تقصدي ايه في الجزئيه دي. تمام. لا، انا مش قصدي الدينيين في المنازعات المحليه، لا ما ينفعوش، انما ينفع القانون هو اللي يمشي داخل المدن وداخل الدوله. لكن انا معاكي ان هو يلعب دور في العلاقات الدوليه والدبلوماسيه، لكن ان هو يلعب دور جوه مجتمع مدني المسألة حساسة جدا. نعم، شكرا جزيلا يا أستاذة على هذه المداخلة. نترك المجال لدكتورة. طيب لو في سؤال تاني أخده برضو أجاوب مرة واحدة. شكرا عندك. لحضرتك يا دكتور. لا حضرتك قول، يعني عشان ناخده مرة واحدة. راح تجاوب. لا خلاص. نعم. أنا هرد على حضرتك يا دكتورة. أنا لم أقصد أن هو تكون اللي هو الشخصيات القيادات الدينية الطبيعية، اللي هو زي ما فكرة اللي هي اللي هم كانوا بيطلقوا عليهم دينيين، بيطلق على نفسهم دينيين. لا، أنا ما أقصدش كده خالص، يعني أنا بعيدة عن هذا المفهوم، ولكن هتحدث مع حضرتك أن في النزاعات غالبا بيتم مثلا الاستشارة. إحنا عندنا مشكلة دلوقتي، فلو سمحت يا أزهر يا كنيسة، لو سمحتوا رشحوا لنا ناس عشان هم يقوموا بهذا الوضع. طيب خلاص. طب امام المسجد يعني في نفس الحاره اللي حضرتك بتتكلمي عليها، في قيادات دينيه موجوده، الاقرب اللي موجود مع حضرتك في نفس الحاره دي او في نفس المدينه دي، ولا ان احنا نستدعي المؤسسه ان هي لازم تكون هي اللي تيجي تشارك في حل هذا النزاع؟
فده اللي كان قصدي، ان احنا ما نقعدش ان احنا نستنى ان النزاعات وفضها لابد ان هي تكون المؤسسات هي اللي تقوم بيها، لان على ما ننتظر ان المؤسسات تقوم بيها لو هي مش الامر بشكل يومي لا هتتفاقم. الحاجه اللي هتتمثل اللي هتتحل واحنا موجودين في القعده دي لو قعدت ساعه هيدخل فيها اطراف تانية، ولو احنا بنتكلم على فض نزاعات فالصراع ليه اطراف وطرف مع وطرف ضد، وفي اطراف تبقى عايزه تعلي الصراع ده لا في اي موضوع ما حتى لو مجتمعي. ولكن انا بتحدث ان يكون القيادات الطبيعيه اللي موجوده مثلا زي اعضاء هيئه تدريس جامعه الازهر مثلا، لو انا بتكلم لو هو عند حضرتك عضو هيئه تدريس جامعه الازهر موجود، لازم نروح ندور ان المؤسسه هي اللي تبعت تحل النزاع والصراع؟ ده قاده طبيعيه. نعم حضرتك الامور المنظمه لعلاقات للعلاقات استكملتي الاجابه. شكرا جزيلا للاستاذه السائله ولدكتور. حقيقه كنا نتمنى ان يكون عندنا وقت أكبر حتى يتم النقاش بصيغة أفضل وأوسع، لكن حقيقة نعتذر منكم لالتزامنا بالوقت المحدد لنا، وحقيقة تجاوزنا الوقت كثيرا. ختاما أقول شكرا للسادة الباحثين وشكرا للحضور، وأؤكد هنا على أن هذه الشراكة بين الاتحاد وبين مركز دراسات القبطية إن شاء الله سيستمر في اجتماعات ومؤتمرات وندوات علمية أخرى، قد لا تكون في مصر، قد تتوسع إلى مناطق أخرى في الوطن العربي. شكرا جزيلا. نعم عذرا الوقت انتهى، وشكرا جزيلا حضراتكم. سيتم توزيع الشهادات للأساتذة المشاركين. تفضل دكتور لؤي. أنا متشكر. متجي معاي؟ تمام؟ تعال. ما احنا شركاء يا دكتور، مش بس حتى سموها شهادات بدر. أستاذ حسن محروس. دكتور نبيل عبد الفتاح. بص الكاميرا، بص الكاميرا. المهندس الأستاذ عاطف عوض. شهادتك الاول بعدين صورت. احنا قلنا انوار. انت انا شفتي مش بقول لك الاسبوع كله مش السبت. شكرا الله يحفظك. شكرا 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 شرفتنا. الله يكرمك. دكتور انوار. دكتور انوار.